لقبول القاعد المقدم الى القاعد احمد حمدي مصطفى محمود القسم الشكل وفي الموضوع بنقد الحكم المفروض فيه ومعاقبته بالحبس مع الشرط لمده سنه عن تهمه قياس الاسلحه الاهليه غير مششكله وغير تقييد وبراءته مما اسند اليه فيما عدا ذلك. رابعا لقبول قعر القاعدين سعد فتح الله محمد الحداد ومحمد السيد محمد عبد الله السيد وعمرو شوقي احمد السيد وعلي الواقف وزيد محمد وعبد الباسط وعلي عبد الباسط الله شكله وفي الموضوع بنقد الحكم المطلوب فيه وبراءتهم مما اسند اليه. خامسا لقبول قعر ثلاثه قاعدين شكله وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطلوب فيه باستبدال عقوبه السجن المؤقت بعقوبه